الوقفه خويا الوقفه هذه جات من بعد مراسلات اللي درنا عده مرات للسيد الوالي الجهه على اساس باش يفتح معنا نقاش بخصوص اعاده فتح المحطه الطرقيه اللي احنا كمهنيين وكممثلين هنا داخل الجهه ما السيد الوالي ساد علينا الباب بهذا المعنى هذه. احنا ما عرفناش علاش جميع القطاعات الانتاجيه والصناعيه عودت اشتغلت باريحيه وكنشوفوا ان التزمت بواحد الشروط الاحترازيه واستنفذ العمل ديالها باريحيه. حنا اليوم المهنيين اللي هما الوحيدين هنا بالجهه اللي كيحسوا بهذا الحقره وبهذا الحيف هذا. حنا ما عرفناش علاش، حنا بغينا الناس مسؤولين انه يوضحوا لنا في كاين المشكل نحلوه ونلقاو ليه صيغه. حنا ما يمكنش ان اللي يبقاو الناس سادين بحكا ارزاق ديالهم، راه قطعوا الارزاق راك عارف. حنا ما يمكنش، الناس كتموت هنايا نهار على نهار، لا شغيله لا مستثمرين لا الناس العاملين بالمحطه الطرقيه لا الساكنه اللي هي كتنشط داخل التراب اللي كاينه في المحطه الطرقيه. كاين مشكل اللي هو اجتماعي وكاين خص ضروري التفاته لهاد الناس هذا. الكلمه والشعارات غتاخذهم الشيخ هاد الوقفة الاحتجاجية كتجي إطراء توقيفات متكررة كما كتعرفوا أخي الكريم. تم توقيف الحافلات بتاريخ 20 مارس بقرار من وزارة الداخلية. تقبلنا الأمر لأن التوقيف كان شامل وكانت فترة ديال الحجر الصحي على الصعيد الوطني. بعد التوقف لستة أشهر وتراكمات عدة ديال الضرائب ديال لاسيرونس اكسيتيرا، لقينا بأن لم يتجاوب معنا لا وزارة الداخلية لا السيد رئيس الحكومة لا أحد، رغم وضع عدة رسائل. بعد استئناف العمل بتاريخ يوليوز 26 يوليوز فتحت المحطة الطرقية ولاد زيان، توخينا خير، رجعت الأمور تقريبا هذا. قلنا سوف نتحمل هذه الستة أشهر، نحن مغاربة ومواطنون يجب أن نكون مع بلدنا. إلا أننا في فترة ديال العيد الكبير لما وقع ما وقع بقرارات اللي هي كانت عشوائية من طرف المسؤولين على هذه المسألة، تم إغلاق المحطة الطرقية مرة أخرى ولاد زيان. إلا أنه نتفاجأ بأن الحافلات ديالنا لم يتم توقفها وبقات كتقوم بحمل الركاب بين الأزقة. تقوم بحمل الركاب بين الأزقة، يقوم توقفها من طرف الشرطة، تحرر في حقها مخالفات، تحرر في حقها محاضر، ما عرفناش المآل ديال هذه المحاضر. حنا كنشوفوا الأنماط الأخرى ديال النقل تشتغل بأريحية بدون الالتزام بوسائل الاحترازية، مثل الترامواي، مثل حافلة النقل الحضاري، مثل الطاكسي. لا تراقب إلى آخره. حنا الآن كنطالبوا بإعادة فتح المحطة الطرقية ولاد زيان من أجل الإيواء جميع هذه المشاكل، وحنا مستعدين باش نلتزموا بدستور التحملات التي أصدره وزير تجهيز والنقل واللوجيستيك الماء، والقيام بجميع المسائل الاحترازية من تباعد وضع الكمامة، القياس ديال الحرارة، الجامعة الحضارية حتى هي خصها يجب أن تلتزم كمسير للمحطة الطرقية بالواجبات ديالها، لأن الظرف يجب أن نتعامل جميعا جميع المكونات باش نخرجوا من هذا النفق الضيق ديال هذه الجائحة. فكيف ما كتشوفوا على العنوان ديال اللافته وهو اغلاق المحطه الطرقيه ولاد زيان اللي ادى المهنيين الى الافلاس. فهذه الوقفه الاحتجاجيه جات نتيجه عن اغلاق المحطه الطرقيه ولاد زيان، والمهنيين اضطروا باش يديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه لان يعني ما بقاوش خدامين في واحد الاريحيه على غرار جميع المحطات الطرقيه ديال المغرب كامل، فهي مفتوحه الا محطه طرقيه ولاد زيان والجديده هما اللي ما مفتوحينش. فهادو المهنيين ديال الدار البيضاء فهم ما بقاوش قادرين يتحركوا لان كاع جميع الحافلات كتحرر بحق المخالفات، لانهم ولاو كيشتغلوا في الازقه ولو كيتحرروا بحقهم مخالفات اللي هي كثيره اللي ما عرفوش باش غادي ترجع عليهم، اضطروا وهما مكرهين باش يديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه. فكنتسناو من شي مسؤول يجي باش يعني يعطينا شي مقترح او شي حل، مازال ما جا عندنا حتى شي واحد، ونتمناو من الله يكون خير لان احنا فاتحين قناه ديال الحوار، بغينا من يتحاور معنا ويعطينا شي حل. احنا كنتسناو نتمناو من الله يكون خير.